يا لايف قمر صناعي إماراتي مملوك لشركة مبادلة حكومة أبو ظبي بالشراكة مع شركة SOS لوكسمبورغ 35% وشركة أبو ظبي شركة مبادلة 65%. قمر صناعي يعني فيه آخر التكنولوجيات، يدعم التقنيات الأخيرة بالنسبة للأقمار الصناعية فول اتش دي الاس دي والاتش دي والفور كي. والله احنا شاركنا مشاركة كبيرة هنا في مهرجان اتحاد الدول العربية للإذاعة والتلفزيون، ويعني تعرفنا على كثير من العارضين وعلى كثير من المشاركين، وكانت فرصة طيبة للجميع لتبادل الحوارات، تبادل اللقاءات، تبادل الآراء، تبادل الأفكار، وطلعنا على عن كثب وين وصلت الأقمار الصناعية في آخر تقنياتها والمنتجات الأخيرة بالنسبة لترافق الأقمار الصناعية وترافق الإذاعات والتلفزيونات وترافق البرمجيات. والقمر الصناعي هذا يعني يغطي ثلاث مناطق من العالم، لو سمحت تشوف معايا. عندنا منطقة الميناء اللي هي كل الدول العربية وجزء من إفريقيا الوسطى بتغطية شاملة، وعندنا منطقة الإيست يغطي دول شرق آسيا اللي هي إيران، تركمانستان، أوزبكستان، باكستان والدول الأسيوية، وعندنا جزء كبير من الدول الأوروبية كمان يغطيها القمر الصناعي بالبيم الأوروبي. فهذا هو حوصلة القمر الصناعي الإماراتي. ومؤخرا صار عندنا بالنسبة للمنطقة المغاربية 42 مليون مشاهد فيورز، وهي دراسة عملتها شركة SOS لوكسمبورغ. فإجمالي عدد الفيورز أو المشاهدين في العالم كله تقريبا في لطروا بيمس 114 مليون، فهذا عدد كبير وعدد يعني ممتاز بالنسبة للأقمار الصناعية المتواجدة في المنطقات. هو اختيار تقني أكثر منه اختيار ثاني، يعني من أشياء ثانية، هو اختيار تقني محض. ففي كثير من عدد الزوار اللي زارونا من تونس ومن باقي الدول العربية ومن باقي القنوات، فشرحنا لهم وعطيناهم معطيات وعطيناهم آخر الدراسات اللي طلعت عن القمر الصناعي يا لايف، وهم يعني أشادوا بهذه الأشياء المتواجدة في القمر الصناعي يا لايف. صار عندنا اليوم تقريبا 367 قناة في حوالي تقريبا 70 قناة اكسكلوزيف ما تلقاها في أقمار صناعية ثانية، وعندنا حوالي تقريبا 131 قناة جزائرية ومغاربية بين تونسية جزائرية ومغربية. قنوات الجزائرية لأنها متواجدة في أقمار صناعية ثانية فكأعطينا فرصة لعدد كبير من رجال الأعمال أنهم يطلعوا قنواتهم عبر القمر الصناعي يا لايف، وهذه فرصة للجميع مش فقط للجزائريين، سواء كانت للجزائريين أو المغاربة أو التوانسة. نعم موجودة قنوات إكسكلوزيف على الياسات مش موجودة على الأقمار الصناعية الثانية، سواء كان نيلسات أو اليوترسات أو العربسات، متواجدة على القمر الصناعي يا لايف. قنوات الناي هي باقة متنوعة بين أفلام وبين وثائقية وبين مسلسلات وبين سبور وبين، يعني هي باقة متنوعة وباقة مميزة في القمر الصناعي يا لايف، يعني ميزت القمر الصناعي يا لايف عن باقي الأقمار بما تبثه وبما تعرضه للمشاهد العربي عبر باقاتها. فيه نسبة مشاهدة جد عالية بالنسبة للناي وبالنسبة لباقة جي أم اللي هي شراكة بينه وبين شركة مغربية، ففيها عدد مشاهدين كثير. قناة ميوزيكانا متوجدة على اليا لايف وهي عندها نسبة مشاهدة جد عالية، عندنا نسبة مشاهدة كبيرة بالنسبة، خاصة أنت تعرف تونس يعني عدد الناس اللي مركبين دش أو مركبين أطباق أو صحون يقارب 5 ملايين
دش يعني طبق، فنسبة مشاهدة جد عالية بالنسبة لقناة ميوزيكانا، يعني كانت من بين القنوات اللي أخذت الصدارة ونجحت في يا لايف.